أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط
السطر رزقا لمن يشاء لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون صدق الله